أهلا بكم من جديد، ضيفي لهذه الحلقة الخطاط الأردني مجد عبد الوهاب. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نذهب إلى جولة في رحاب القصيد. تضرعت للأيام أرجو انصرافها، وقد تعبت نخلي وملت جفافها. تأملت في الآفاق أنقاض غيمة بلا خجل نامت وعافت رعافها، ودالية لم يكمل العد حملها، فأجهض نقص الوقت عنها قطافها. يسائلها الناعور عما تحملت، وكيف اعترى بغي الفصول عفافها. تبدت تدير العين في التيه حولها، كراعية تشكو لذئب خرافها. تناور ناب الموت ترجو سلامة، وتعلم أن الوحش يردي ضعافها. تناهبها الركبان كل لناقة، وكشفت الأرياح عنها لحافها، ودكت رجوم القهر أركان صبرها، ومرت سني لم يجدن انتصافها. فسبع وسبع واثنتان، ولا أرى على عتبات الوقت إلا عجافها. غريب عليها الخوف، وهي التي سمت قرونا ولم يشهد بنوها ارتجافها. أيا بنتها هلي دموعك أنهرا، فبغداد شقت يوم برد عطافها. تعاورها الأنذال من كل حانة، يديرون في كأس المنايا سلافها. وشيعها التاريخ في أوج مجدها عروسا، قراع الموت أبلى زفافها. يغلق عصف الشح أبواب جودها، وينضب ناب الحرب عنها صدافها. تقاطر ولد النار، هذا معمم وذلك قسيس، ليدموا شغافها. ومن يدعون السلم أجروا نصالهم بخافقها الملتاع، سنوا حوافها. كثيرون مثل الدود في كل هيئة، يقيمون حفل النار والكل طافها. مرابون تجار وجار وصحبة، شياطين شر يعلنون اختطافها. خطيئتها أن المنايا هوت بها، وشاءت أيادي الظالمين اقترافها. وما غير سيف يقطع العتم برقه، ويردي مريدا في الليالي أخافها. سأفتح في التاريخ بابا لعزها، وأقسم للأيام ألا أعافها. سأنكأ جرح القلب بالشوق كلما تباطأ في نزف عليها وسافها، وأجعل روحي سور نور يحوطها، وأجعل قلبي درعها وخصافها. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، نذهب إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. معكم الدكتورة رانيا أبو عليان، معكم أنا اليوم لأحدثكم عن كتابي الأول، وهو كتاب لأنك مختلف. لأنك مختلف هو كتاب صدر عن دار يافا للطباعة والنشر. لأنك مختلف هي فكرة مختلفة عن كل الكتب التي قد تكون قد مرت عنكم. دائما نحن في مجتمعاتنا نهاجم لاختلافنا، مع أن هذا الاختلاف قد يكون منبرا للتميز ومجانا لإبداعك وتفردك وتغريدك خارج السرب. والدي كان شاعر الأول والإنسان الذي زرع في قلبي حب الإبداع، رحمه الله. كتبت فأقول: إلى الذي تلا على مسامع الشعر والأدب طفلة، وعلمني كيف يكون الحرف سحرة والسجع سرة والقوافي عطرة، إلى روح أبي شاعري وحبيبي، ومن بما زرع في قلبي وروحي، كنت أنا على ما أنا عليه اليوم لأكون مختلفة، أهدي لأنك مختلف. رانيا أبو عليان. قدم لي لهذا الكتاب الدكتور عبد الله عمر الخطيب، أستاذ الأدب العربي الحديث المشارك في جامعة العلوم الإسلامية. وأحب في تعريفي عن هذا الكتاب أن أستشهد ببعض ما قال في التقديم: بين خيط الحقيقة والوهم، ووحي الواقع وتأملاته، ووجع الماضي وذكرياته، وعشق الحاضر وآماله، تطل مقالات خططها أنامل من توصف بأنها نصف المجتمع وصانعة الرجال، من إذا أردت مكافأتها ناديتها بالأم، وكفى بالكلمة فخرا وعمقا ووجدانا. مقالات رانيا أبو عليان في كتابها لأنك مختلف جاءت بإطلالة مختلفة، وكتبت المقالات بطريقة مختلفة، وأعادت إنتاج لحظات في شريط الذكريات وواقع الحياة وروحها وعقل التجربة ومخرجاتها. وبين يدي هذه المقالات يمكن طرح الأسئلة التالية: هل أدب المرأة أو ما تكتبه المرأة له خصوصية وإشراقة تختلف عما يكتبه الرجل؟ هل تكتب المرأة مقالاتها وتجاربها في الحياة بقلمها أم بقلبها وعاطفتها الموجهة؟ إلى أي حد يمكن أن تصل المرأة في كسر التابو؟ أليست الخصوصية وما يتعلق بها في الكتابات مرجعها الفروق الفردية سوى الاختلاف الجنسي؟ لأنك مختلف؟ الفضاء البراني. لقد أخذت المرأة على عاتقها مسؤولية التعبير عن ذاتها تعبيراً أدبياً يستنطق مشاعرها وتجاربها، وهي تجارب مغايرة لما يكتبه الرجل. استطاعت من خلالها أن تبلور خصائص وسمات تفتح فضاءات ظلت مغيبة لفترة طويلة كانت المرأة فيها في عتمة الكتابة والرجل هو الإشعاع. لقد انطلقت المرأة من منظور معاناتها الإنسانية التي تتماهى مع مشاعرها الوجدانية، وتوحدت أدبياً وفكرياً واجتماعياً وحسياً. أما بخصوص النقاد فهم فريقان، متفق مع خصوصية أدب المرأة ومن له رأي آخر، وأنصار الرأي الأول يثبتون هذه الخصوصية ويقرون بتفردها، وحسب رأيهم فإن أدب المرأة يتميز عن أدب الرجل باعتبار الاختلاف الجنسي، لأن المرأة مختلفة نفسياً وبيولوجياً عن الرجل، وعندما تبتكر المرأة أو تبدع شيئاً ما فهي تخضع لهذه الاختلافات بأسرها، فتأتي بنتيجة تتميز بملامح خاصة بها عن إبداعات الرجل. وتجربتها الخاصة ساعدتها في الكتابة قائمة في عالمها الخاص، وعندها تختلف عواطفها ومشاعرها وخيالاتها وحتى لغتها التي تعبر بها عن فكراتها. لأنك مختلف، الفضاء الجواني. يتعالق الفضاء الجواني مع البراني فيما كتبته الأديبة رانيا أبو عليان ليشكلا لوحة محكمة النسيج قادرة على إثبات هوية المرأة في القضايا الاجتماعية والثقافية وبعض قصص السيرة الذاتية بلغة أدبية جميلة ورشيقة قادرة على الإمتاع والإقناع. وتكاد بعض المقالات أن تكون وثيقة اجتماعية تحتفل بعدد من المتناقضات الذعنية والثنائيات الشعورية. وقد أجادت الأديبة رانيا أبو عليان في نسج قصصها بما تعبر به عن ظروف الحياة وطبيعتها والعلاقات الإنسانية القائمة بينها وبين من تكتب
عنهم. لقد توافرت عناصر مهمة في مقالات رانيا أبو عليان، وبالذات تلك التي تتضمن سيرة ذاتية متكئة على تيار الوعي الداخلي في ثنايا القصة أو المقالة. وبعد أرى أن هذا المنجز لأنك مختلف سيشكل نواة مجموعة من الكتب الأخرى التي ستعمل على تأريخ حياة الأديبة رانيا أبو عليان، وسيغدو النص معها وثيقة تاريخية. كل الشكر للدكتور عبد الله الخطيب على هذا التقديم. سأشارككم بأول مقالات كتابي والتي تحمل نفس عنوان الكتاب لأنك مختلف. البعض يرفض تقبل أنك مختلف، لك سماؤك وأرضك وجوك الجميل الذي تمتلك زواياه الجميلة بكل تفاصيلها الساحرة. البعض يريدك نسخا مكررة من نموذجه الذي يظن أنه النموذج المثالي الفريد. هم لا يعلمون أننا قد خلقنا مختلفين بجيناتنا وتفاصيلنا، بتركيبتنا وتقبلنا للعالم وتصالحنا مع ذاتنا، فنعيش معهم بصراع ينتهي بالتقبل أو الانفصال بلا عودة. البعض لا يدرك أن اختلافك هو سر تميزك وتفردك وسر جاذبيتك وبقائك الأزلي. هم يحاربون تميزك فقط لتكون نسخاً كآلاف النسخ التي تضيع بين الزحام فلا تستحق التأمل لحالتها أو الوقوف أو حتى الكلام. والبعض يرى في اختلافك ذلك تميزاً وجمالاً ونقطة للانطلاق للقمة دائماً. نعم، أعترف أني مختلفة، أمتلك تلك الطاقة التي قد يقف البعض أمامها مذهولاً لحجمها، وأمتلك تلك المشاعر الفياضة التي لا تخفى على من يعاملني عن قرب، أمتلك تلك السرعة بالإنجاز والعمل وأحياناً بالكلام التي يراها البعض امتيازاً وبعضهم يصفونها بكثرة الحراك والكلام. وأعترف أن بداخلي طفلة ترفض أن تكبر فتبادر بابتسامة الأطفال ومودتهم البريئة وضحكاتهم كل من يطرق باب الحوار أو الحديث معها. وأعترف أن نهمي وعشقي للتعلم لا ينتهي، وأنني في داخلي ما زلت تلك الطالبة النجيبة التي ترفض أن تكون إلا في المراكز الأولى دائماً. وأعترف أنني لا أرضى بأقل من مرتبة الإبداع والكمال بكل ما أعمل. وأعترف أن دموعي قريبة جداً وتكفيها كلمة أو نظرة أو حتى تلميح عابر جارح لتتدفق بلا توقف لساعات وساعات. نعم، أعترف أنني لم أتخلص من تلك الحساسية المفرطة برغم كل ما مر بي من تجارب في هذه الحياة. وأعترف أنني حين أحب أبالغ في الحب والتعبير وفائض التقدير لكل ما ومن أحب. وأعترف أنني فخورة بأنني تربيت على الاحترام المبالغ فيه والذي أطبقه بالتعامل مع كل من يستحق من أهل ومعلمين وقادة وضيوف، وبين محب ومنتقد ومنبهر وعاشق للتميز أعيش حقيقة قد تعيشها أنت مثلي في كل لحظة إذا حباك الله ببعض الصفات وبعض التفاصيل الفريدة لأنك مختلف. أشكر استماعكم وأسعد الله أوقاتكم مرة أخرى. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الخطاط الأردني مجد عبد الوهاب، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ مجد، ضيفا على فضاءات والرافدين. أهلا وسهلا بكم أنتم، يعني أنا سعيد جدا جدا في هذا اللقاء في قناة الرافدين الموقرة، وخاصة في برنامج فضاءات اللي حضرتك يعني أنت المجد فيه كله. حياك الله. حياك الله سعيد. هذه الشهادة نعتز بها، حياك الله. من خلال متابعتي لأعمالك ولوحات الخط لاحظت أنك تستخدم ألواناً مختلفة. نعم. في الخط. سؤال هنا، يعني هل اللون علاقة بشكل الخط؟ يعني كيف يتم اختيار اللون؟ هل اختيار عفوي أم كل خط له لون ينسجم معه؟ بالنسبة لموضوع اللون والخط العربي، نعم، طبعاً هناك علاقة، هذا شيء أكيد. في علاقة بالنسبة ل موضوع اللوحة اللي بكون بشتغل عليها. مثلا إذا جينا تحدثنا عن لوحة
تحاكي موضوع الحب والمحبة. يعني أنا بروح فكري لموضوع للون الأحمر أو للون الخمري، هاي الألوان اللي بتمنح الدفء يعني للوحة لكي يصل المتلقي إلى يعني أبعد ما أريده من هذه اللوحة. نعم. مثلا نجينا نتحدث عن موضوع الأرض، بتطرق لموضوع اللون البني أو اللون نعم. اللي برضو في الصفار الدافئ. إذا جينا تحدثنا مثلا أو مثلا حابب أبث مثلا قيمة إيجابية باللوحة، ممكن أستخدم اللون الأزرق. فأنا بوجهة نظري أنا لشغلي بتوقع أنه مش بتوقع، أجزم أنه اللون له علاقة وطيدة بالخط العربي. هذا من جانب. من جانب تاني موضوع اللون لأنه مستقى من الطبيعة، وبالتالي بحاكي موضوع الخط العربي أنه هذا الفن برضو مستوحى من الطبيعة. فبالتالي أنا أرى هناك توأمة ما بين الخط العربي واللون. جميل. إذا أنا كنت مصيبا في أني ذهبت إلى هذا ما ذهبت إليه أنت الآن أو ما تصرح به الآن، بكل أن تأكيد. اللون له علاقة بشكل الحرف أو الموضوع الذي يتحدث عنه أو المخطوطة التي تتحدث عنه. بكل تأكيد. حضرتك قلت نختار اللون الأحمر أو اللون الخمري نعم. عندما يكون الحديث عن الحب نعم. واللون الأصفر الدافئ أو البني نعم. عندما تحدث عن الأرض. جميل. لاحظت في كثير من لوحاتك ونحن نتحدث عن الحب أن هناك أبيات شعر اخترتها أنت لنزار قباني. نعم. يعني أنا أيضا السؤال هنا يعني اختيار الشعر، يعني أيضا كما سألت أنه هل اللون يأتي عفوي مع الخط أم أيضا اختيار الأبيات يأتي حسب ذائقة الخطاط، حسب انسجام الموضوع مع الرسالة التي يريد أن يوصلها الخطاط. أستاذنا هلأ بالنسبة لموضوع الخط العربي وانتقاء الأبيات الشعرية أو انتقاء الحكمة أو انتقاء الحديث، طبعا هناك الخطاط له، كل خطاط فيه له ذائقة خاصة. نعم. أنا بالنسبة إلي في أبيات شعر تستهويني. نعم. في أبيات شعر مش تستهويني بل تستوقفني تماما. يعني أنا في بيت شعر ممكن أقرأه على طول يتبادر لذهني موضوع لوحة. أرى أنا شخصيا أنه هناك علاقة برضو ما بين الخط العربي والشعر. نعم. الخط العربي يجب أن يعبر عن المحور اللي البيت الشعر لازم يعني ينطق فيه. نعم. فبالتالي أنا مثلا على سبيل المثال كثير من الأشعار اللي بتحكي لنزار قباني كتبتها كلوحات. نعم. مثلا الحب مواجهة كبرى إبحار ضد التياري. نعم. اخترت فيه الحرف الواو بشكل متضاد. نعم. أنا لاحظت الواو في هذه اللوحة مع أنه في القصيدة في البيت ما في واو، هذا الواو غير موجود. أنا هون عبرت عن هذا الحرف وتكرر شكل الواو. أيوة. نعم. هذا الحرف بالذات حرف الواو عبرت عنه أنا بحيث أنه أنت إذا شلنا الكلام تعرف أنه هناك في الضاد باللوحة. نعم. هذا من جانب. من جانب آخر أنا شخصيا بحب أنه الموضوع الفكرة باللوحة. نعم. الخطاط يجب أنه يعني ما يضل في نفس الإطار، يجب أن يحلق، يجب أن يكون هناك الخطاط عليه مسؤولية التحليق. نعم. تماما كأي فنان. الوقوف عند ما وصل إليه الأقدمين أو الخطاطين الكبار هذا شيء يحترم، شيء يقدر، أصلا بدونه الخطاط لا يمكن أن ينطلق. ولكن نعم. الخطاط عليه أن يكون برضو له شخصية. نعم. وعليه أن يحلق كما يشاء، طالما أنه الخط العربي فن والفن مرتبط بالحرية. يعني ما بزبط خطاط بدون حرية، ما بزبط فنان بدون حرية، ما بزبط موسيقي بدون حرية. نعم. ما بزبط شاعر مثل حضرتك بدون حرية، وأنت تعرف ذلك. حرية الخيال أنت قصدتها، حرية الخيال وحرية الفكر. نعم. بحيث أنه يعني لا يلامس معتقداتنا أو لا يلامس. نعم. القواعد العريضة في فكرنا. نعم. من الشعراء الآخرين اخترت أبياتا من قصائدهم و أنا في الحقيقة يعجبني منها يعجبني جدا لوحات خط. نعم. في الحقيقة يعجبني جدا محمود درويش لتناوله، لأنه بتوقع هذا شاعر فيلسوف، شاعر
يعني أكبر من مجرد شاعر أو فنان أو فيلسوف، هو عبارة عن شاعر كسر الكثير من القواعد، وبالتالي يستهويني، خاصة أنه يتحدث عن الوطن بشكل عام، عن آلام الشعب العربي. هذا الأبيات اللي بتناولها محمود درويش كليتها في الأغلب تستهويني يعني، وتستهويك وتستهوي كل إنسان عربي. ما الأبيات التي اخترتها لمحمود درويش؟ هلا أنا بصراحة أنا في صدد أكتب قصيدة كاملة لمحمود درويش بلوحة اللي هي سجل أنا عربي. نعم. هاي القصيدة استهوتني، سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000. هاي كلها كلمات تستوقف الخطاط أو الفنان بشكل عام. نعم. بتوقع في إله بيت شعر كتبته أنا، أنا أن تنصرفوا. نعم. أنا أن تنصرفوا، هاي الكلمة أنا اخترتها، أنا أن تنصرفوا مع كلمة عائدون. في لوحة عملتها مثلا لكلمة عائدون ورسمة ناجي العلي اللي هي رسمة حنظلة. نعم. هاي الخليط كليته يعني بيجي في لحظة ما، مثلا في لحظة بشعر فيها الإنسان العربي بالبؤس، بشعر فيها بحب الخطاط يعني، لازم يكون له دور في هذا في هيك مواقف يعني. نعم. فبالتالي بختار لمحمود درويش، أنا يعجبني جدا محمود درويش. جميل. يعني أنت ربما خرجت عن الخط المعتاد أو المنهج المعتاد للخطاطين، في الغالب الخطاطون في الغالب الخطاطون. نعم صحيح. يعني يكتفي في أنه يقدم أشكالا جميلة للخط، لكن أنت الآن خدت جانب القضية عندما تختار أبيات لمحمود درويش، عندما تختار، أنا لاحظت أيضا لوحة حضرتك الآن تحدثت عنها بشكل مختضب، وهي أنه كلمة عائدون. نعم. وصورة حنظلة والرسم الذي نعم نعم هذا أيضا لفت انتباهي. ورسم حنظلة الذي ابتدعها فنان أو رسام الكاريكاتير الفلسطيني رحمة الله عليه ناجي العلي. نعم. الذي اغتيل في لندن عام 88 طبعا. نعم. أصابع الصهيونية في هذا الأمر. نعم. اغتالته لأن لا تتحمل هذا الطرق في موضوع القضية، ويعني شحذ الوعي العربي من خلال رسوماته. كلمة عائدون أيضا انتبهت أنك كتبتها بالمقلوب. نعم. وكأنك تشير إلى أنه هناك عودة حقيقية، أنه في هذا يعني تعكس الخط أو هكذا تبادر إلى ذهني أنه الكلمة كانت مقلوبة بالاتجاه المعاكس. يا سلام عليك. خرج المواطن الفلسطيني نازح عليه أن يعود بهذا الاتجاه، وهكذا. الله عليك كم أنت جميل. هاي قراءة حقيقية لما كنت أريده فعلا أنا من هذه اللوحة. أنا في كلمة عائدون حكيت موضوع حنظلة. حنظلة هو عبارة عن الطفل اللي لافف وجهه، اللي إحنا ما حنشوف وجهه غير إن شاء الله عند العودة. نعم. فبالتالي حكيت طالما هو أصلا مش مبين ويضع مش يديه في الخلف ويضع يديه حجر. نعم. نعم. فكل إشي معكوس، لازم الكتابة تكون متماشية مع هذا الرسم اللي ناجي العلي زي ما حكيت أنت أرق فيه الصهيونية كلها بهذه الرسم. نعم. فكانت جاءت كلمة عائدون تحاكي هذه الرسمة، واخترتها معاكس إن شاء الله لأنه في عودة في رجوع إن شاء الله. يعني أنا الإنسان لازم يكون عنده قضية. نعم. بدون قضية ما بزبط يكون في فنان يعني. أعجبتني إحدى اللوحات كتب فيها ومن الخط ما قتل، وطبعا هي المقولة الأساسية ومن الحب ما قتل. نعم. هل يمكن أن يصل جمال الخط لمستوى الحب في التأثير؟ طبعا. نعم. هذا العبارة هاي ومن الخط ما قتل، يعني بجوز إذا مثلا شرحت على غير خطاط. نعم. من يعني بساعات ممكن ما يعني ممكن ما يوصل له هذا الإحساس، لأن هاي المقولة تحس الخطاط هناك شغف. نعم. يأخذ الخطاط حتى من أقرب الأشياء إله، فبالتالي الخط عند الخطاط يفعل فعل الحب تماما عند المحبوب وعند العاشق يعني. فأنا اخترت برضو هاي الكلمة يعني لفتت نظري موضوع ومن الخط ما قتل، لأنه فعلا ومن الخط ما قتل يعني يقتل كل شيء ما عدا الشعور عند الخطاط. نعم. بقتل وقتك، بقتل مثلا ممكن ارتباطاتك الاجتماعية، ممكن إلا الخط. فهذا بكون فعلا أنه بمثابة العشق للخط العربي. بهذه اللوحة يعني تجسد موضوع العشق بالنسبة ما بين الخطاط والخط العربي. يعني أمام هذه العبارة ردود أفعال الزملاء الخطاطين يعني ماذا قالوا؟
لأنك يعني ابتدأت هذا الزملاء الخططين هذه المقولة. نعم أغلبيتهم دائما التعليق بكون عند بكون عندهم يعني بقول لي أنت مجنون مش 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 خط مش خطاط يعني. نعم أنا هذا الشيء يسعدني. نعم. أنا يعني يجب أن أكون دائما محلق كالطير الباحث عن حريته يعني. نعم. بدون قيود. جميل. لذلك أنا قلت أنت خرجت عن الخط. نعم. الثابت للخطاطين أنه هو في الغالب هناك قواعد للخط يلتزم بها وينقل في الغالب يعني هناك لمسات لبعضهم. نعم. لمسات خاصة بصمة واضحة لكن في الغالب هم يعني ينقلون تجارب نعم. من تعلموا على أيديهم. أما أنت يعني حقيقة هناك لمسات ومضات واضحة لك جمالية. نعم. في هذا الموضوع اختيار هذه المقولة اختيار أيضا كتابة البيت الشعري بطريقة فيها لمسة جمالية لمسة. نعم. لمسة تشكيلية تختلف عن المنهج الثابت للخط العربي. صحيح. حضرتك يعني أنا أيضا بدي أن أسأل سؤال أنه عندما رأيت اختلاف أنت خرجت عن المعتاد في رسم الخط. نعم. هنا سؤالي أنه يعني التصرف بشكل الخط هل هناك يعني قواعد لهذا الأمر كما هو باللغة كما هو في الشعر ثابتة أم مرهون باجتهاد أو إبداع الخطاط؟ في البداية بدي ألفت نظر حضرتك أنه. نعم. أنا بالنسبة لموضوع الخط العربي. نعم. كقاعدة للحرف وقاعدة ما بزبط أني أخرج عن هذا الطوق أنا. نعم. ولكن أنا بمضمون النص بمضمون اللوحة التابعة للخط العربي خرجت. خرجت يعني زي ما بيحكوا بكل أريحية الخط العربي مرهون بإبداع الخطاط حتى. نعم. في الأقدمين هناك يعني بالشكل العام يعني مثلا إحنا كان في الأقدمين متعارف الخط الشكل البيضوي للآية أو لبيت الشعر. نعم. أو الشكل الأسطر. هلأ هناك في الأقدمين من شد عن هذه القاعدة ما. نعم. بنحكي شد منهم من حلق عن هذه القاعدة وبالتالي أنا يعني بشوف إنه الخطاط لازم يكون مثل ما حكينا في السابق الخطاط لازم يكون في عنده فكر. نعم. يعني أنا بكل اختصار بحب المتلقي لما نشوف اللوحة يعرف معناها بدون ما يقرأها. يعرف هاي اللوحة عن إيش بتحكي بدون ما تنقرأ فبالتالي ما في هناك قواعد لكتابة النص بشكل عام في قواعد للأحرف في. نعم. قواعد للكلمة في مقاسات هناك في نسب ما يعني الخطاط ما بقدر إنه يتجاوزها. ولكن بموضوع النص بشكل عام إله مطلق الحرية ليش ما يعلق يعني. نعم يعني هناك جانب إنه في قواعد تلتزم بها حجم الخط والنسبة والمساحات. نعم. والنسبة أما كموضوع النص بشكل عام وموضوع. نعم. تشكيل الحرف لا أنا معي مساحة واسعة شاهقة. نعم. إلى ما لا نهاية. طيب أساتذة الخط ماذا. نعم. قالوا عن هذا الخروج لك؟ هلأ أساتذة الخط أنا طبعا أتشرف أني أكون تلميذ للأستاذ مثنى العبيدي. نعم. الأستاذ مثنى العبيدي إنسان يعني إله تجارب كثير بالحداثة إله. نعم. إله يعني بصمات يعني لا ينكرها أحد بالنسبة للحداثة ولكن هو معذرة سنكون بعد الفاصل معذرة إن شاء الله بعد الفاصل معذرة فاصل قصير ثم نعود فوق معنا أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الخطاط الأردني مجد عبد الوهاب أعود إليك سيد مجد كنت سألتك قبل الفاصل أنه ماذا يقول أساتذة الخط عن هذا الخروج لمجد عبد الوهاب كنت تحدث عن أستاذ مثنى العبيدي مجددا أنا يعني بفتخر أني تلميذ للأستاذ مثنى العبيدي الأستاذ مثنى العبيدي دائما يعني كان تعليقه على اللوحات اللي بكتبها أنا. نعم. أنه يعني لازم نرجع لموضوع القاعدة في الأساس. نعم. إلا أنه لا يمانع أبداً أنك أنت تكون محلق يعني كان يحكي لنا دائماً في جلساتنا وفي
في القعدات انه لكل خطاط فيه له شيء يستهويه. فانت لا يعني لا تتبع لا تمشي يعني مع السرب ومشينا وخلص. انت اختار انت شو بيستهويك شو كذا واتجه له. نعم. ولكن ما تشذ عن القاعده اللي قاعده الخط العربي، لانه الخط العربي برضه هو خط او هو فن. وانت للان ما شذيت عن القاعده؟ لا بالنسبه للكتابات لا ما شذيت، شذيت في النصوص قليلا. نعم. أنا في النصوص كنصوص شذيت. نعم. اما عن قاعده الكتابه لا ما بقدر اشد اصلا. نعم. فبالتالي يعني في ناس كانوا معارضين لهذا يعني لكتابه النصوص بالطريقه هاي، وفي يعني ناس يعني يستهويهم هذا الشيء وبيحبوه. معارضين لتجربتك؟ لا معارضين لتجربتي لفكري يعني. اها نعم. الفكر اللي انا يعني انه لسه بكير يعني انه لازم لسه احنا نمشي بالمحاكاه ونمشي 1 2 3. هلا هذا هو الطريق الصح على فكره. ولكن انا ما يعني في جواتي هذا زي ما حكيت لك هذا يعني التمرد. نعم. فما ما يعني ما انا يعني ما بسعى عنه، ما يعني ما بحب زي ما بيحكوا اني اقسمه لهذا التمرد. نعم. بحب اعطيه حريته يعني. لكن هذا التمرد اعطى يعني لمسات جميله في طبعا لاحظت اللوحات سواء كتابه البيت الشعري او كتابه مقوله معينه، يعني لمسات جماليه حقيقه يعني بهرتني للحظه الاولى انا لما الله يسعد طلعت انا في 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 كلمه دائما تستهويني لوحاتك. نعم. في بشغلي الفنان يتعلم القواعد لكي يكسرها. انت كفنان لازم تتعلم القاعده عشان تعرف كيف تتجاوزها او تكسرها. نعم. فانا اذا ضليت على ضمن القاعده ما جبت شيء جديد يعني. احنا بنحاول وان شاء الله انه بنكون في هذا الطريق. انه هل كل الكسور ممكن ان تعطي شيئا جماليا؟ لا طبعا. الكسور احيانا تعطي شيئا جماليا او تعطي انتقال لمرحله اجمل. وفي كسور ممكن ترجع الفنان لورا. نعم. هلا زي ما حكينا احنا انا القواعد انا شخصيتي دائما برفض القاعده. نعم. يعني متمرد بالفطره يعني. فبالتالي هيك بطلع معي، عشان هيك بطلع هيك نصوص يعني. جميل. يعني تحدثنا احنا قلنا عن التزام الخط والقاعده، وحضرتك قلت انه يعني لديك تمرد حقيقه. هذا التمرد انا لاحظت انه او الخروج عن بعض تفاصيل نعم. بعض القواعد الصارمة للخط أنه أعطى شيء جمالي. هذا الخروج أو التمرد يعني هل هو مدروس أصلا أم يأتي فقط في رغبة التمرد والخروج؟ القاعدة الفنان يتعلم القواعد عشان يعرف كيف يكسر هذا الكسر. هذا الكسر لازم يكون فيه لمحة جمال. نعم. يعني هو مش كسر من سلبي، كسر إيجابي. فبالتالي هذا التمرد وهذا يصنع شيء جميل. نعم. وين بصير المتلقي كخطاط؟ هلا معظم المتلقين للخط العربي غالبيتهم مخططين. التصور اللي بيكون بذهنه اللي هو كتابة الأقدمين. نعم. فأي شذوذ عن هذه القاعدة في البداية لا يعجبه كخطاط، لا يعجبه أو يكون فيه له تعليق معين مثلا. لكن أنا شخصيا يعني تمردت على هذا الشيء واعتدت حتى يعني أصبحت أنا معتاد إلى أنه يعني أكون دائماً أدرس النص أشوف شو فيه بقدر أعمل فكرة جديدة بهذا النص. وبالتالي بشتغل بهذا الاتجاه أنا. جميل جميل. من اللوحات الأخرى التي أيضاً شدت انتباهي يعني مقولة: لا تكن قاسياً فتكسر. الله. لاحظت على لوحة رخامية، اللوحة الرخامية فيها كسور يعني. نعم. فيها يعني كانت مصدعة وعولجت أو يعني تم رأب الصدوع التي والصدع التي الذي فيها، يعني كأنك تريد يعني أن تجسد أو أن تعطي للمتلقي إحساس عميق بالمقولة، أو هكذا تبادر لذهني. تمام. وجود هذه الكسور أو هذه الصدوع في اللوحة الرخامية التي كتبت عليها هذه المقولة. تماما. هلا أنا بس هاي اللوحة صار معي نعم. صار معي العكس بهاي اللوحة، إنه أنا أجتني الفكرة بدي أكتب على الرخام. نعم. صرت أبحث عن عبارة تلائم الكتابة على الرخام، تلائم طبيعة الرخام. نعم. تلائم ماهية الرخام.
فوجدت هاي العبارة لا تكن قاسيا فتكسر. نعم. أجيت كتبت على الرخامة وكسرت الرخامة فعلا أنا. نعم. كسرتها وجمعتها زي ما هي تماما، يعني كيف انكسرت لميت القطع تبعتها وحطيتهم في برواز. نعم. وطلعت من أجمل اللوحات أو من اللوحات اللي عملت تأثير حتى في المتلقي يعني، وكانت فكرة جميلة. هلأ مثلا زي هاي اللوحة مثلا لا تكن قاسيا فتكسر. نعم. بتعبر عن النص تماما، حتى لو ما حكيت لا تكن قاسيا فتكسر مسحتها أنا وحطيتها في برواز الرخامة مكسورة، بتعبر عن عن هذا المعنى. طيب هاي هي الفكرة اللي بحب أوصلها للمتلقي أنا. نعم. يعني أنت كتبت المقولة عليها ثم كسرت الرخامة. نعم. لماذا لم تكسرها قبل الخط؟ أيوة كتبتها. نعم. هلأ كأنه بعد عملتها كأنها ورقة صحيحة 100%. نعم. هلأ إذا أنا كسرتها قبل يعني قد يعني يهرب مني بعض الأجزاء من الرخامة ما أقدر يجي عليها الحرف. نعم. فبالتالي عشان تكون اللوحة حقيقية وصادقة، لأنه الكسر في العبارة يأتي. نعم. بعد القسوة، فالرخامة قاسية بوضعها الطبيعي، أنا كتبت عليها كأنها ورقة بعدين يعني كسرتها. نعم. يعني حققت معنى العبارة تماما في كل شيء. جميل. هناك لوحة أخرى أيضا وهو نص قرآني، فاستقم كما أمرت. نعم. لفت انتباهي أنه الخط أنه حرف الألف وحرف الميم، يعني مدت نهايات الألف نهاية الألف. نعم. ونهاية الميم إلى بحيث اخترقت نهاية اللوحة بشكل مستقيم لافت للنظر، وكأنك تريد أن تشعر كما في اللوحة السابقة التي تحدثنا عنها. نعم. أنك كسرت الرخامة، أنك يقف المتلقي أمام هذا النص القرآني بهذا الرسم باستقامة، استقامة الألف. نعم. بحيث أنه مدت الألف إلى نهاية اللوحة بحيث اخترق نهاية اللوحة، وأيضا نهاية الميم من الأسفل، الألف من الأعلى والألف والميم من الأسفل. يعني هكذا أنا تبادر إلى ذهني كمتلقي، ما لا أدري ما الفكرة التي في داخلك، أنه تريد أن يشعر المتلقي بمعنى الاستقامة. الله عليك كم أنت جميل في قراءاتك يا أستاذ. فعلا هاي اللوحة فاستقم كما أمرت، هاي اللوحة خرج الألف من 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 حفة الإطار تبع اللوحة لفوق. نعم. يعني الألف مستمر، بما معنى أنه إطار اللوحة ما استطاع إيقاف الألف. نعم. ولا استطاع إيقاف الميم، وبالتالي إذا كنت مستقيم ما في شيء بيقدر يوقف الاستقامة. نعم. والشيء الصح ما حدا بيقدر يوقفه يعني. فجاءت برضو هاي اللوحة رغم أنها آية كريمة، إلا أني برضو حاولت أني ألاقي فكرة تكون، لأنها كتبت بأكثر من شكل، فاستقم كما أمر كتبوها الخطاطين بأكثر من طريقة. حبيت أنه ألاقي أجد فكرة تعبر عن المعنى تماما يعني، فما لقيت غير انه اخرجها من الاطار، وهذا من ضرب من ضروب الجنون كمان. نعم. والتمرد. جميل. انا قلت لك انه انا حقيقه طلعت على تجارب خطاطين كثر، انه في الغالب هم يلتزمون بقواعد وتعاليم من. نعم. سبقهم من الاساتذه الخط وحريصون على هذا الامر، لكن لاحظت انه لديك خروج، لديك تمرد، والتمرد كان جميل حقيقه، لفت انتباهي وادهشني حقيقة. الله يسلمك. حضرتك قلت انه يعني الى حد الان انت اخترت ابياتا فقط، انا اللوحات كل اللي طلعت عليها انه تختار بيتا او شطرة من بيت وتكتبه. نعم. قلت انه ممكن ان تكتب قصيدة كاملة. نعم. البيت كم يستغرق من الوقت لديك؟ هلا موضوع الوقت باللوحة يعني ما بظن انه يكون مثار جدل عندي انا. نعم. أنا بيهمني الفكرة، هلا بقرأ القصيدة بستلهم الفكرة بكتبها، ممكن أنا أكتبها وعود مثلا أمسح وأغير. نعم. ممكن بكرة تغير فكري كله أنا، فعبين ما تنضج اللوحة. نعم. وتنضج معي الفكرة تماما، ممكن تكون الفكرة بسيطة جدا مع أنها تكون عميقة، تكون بسيطة، ممكن ما يستغرق معي أسبوع زمان لجدارية كبيرة مثلا. نعم. وممكن أنه لوحة يعني يكاد يكون حجمها بالحجم الطبيعي أنه يأخذ شهر عبين. نعم. ما تتبلور الفكرة. فموضوع الوقت بالفن أو بفن الخط العربي أو بالفن كتابة النصوص بالطريقة اللي بشتغل عليها أنا، ما يعني ما مش هذاك القياس يعني.
ما في قياس معين إلا على هو الفكرة وعلى هو الدفقات الشعورية عندي. طيب الآن هذه الأبيات التي اختارتها سواء أبيات لمحمود درويش أو لنزار قباني يعني كنموذج كم استغرق من الوقت؟ هلا في عشان يعني أوضح موضوع الفكرة اللي حكيت فيها موضوع الوقت في لوحة اسمها إن الحروف تموت حين تقال. نعم استوحيت فكرة اللوحة هاي. أنا كتبت أنا جبت لوحة سوداء كتبت إن الحروف تموت حين تقال. نعم هلا بالمكتب عندي حطيتها أنا اللي بيجي زملائي نعم. اللي حابب يشغله مثلا في ناس بحب يلون بحب يمسك فرشاة حطيت فرشاة أنا كل واحد بيجي بتلاقي كتب له نص كتب له كلمة كتب له أغنية كتب له كذا. اللوحة بعد سنة صارت تعبر عن المضمون تماما أنه هلأ أنت الإشي اللي بزعلك أكتبه هون ويعتبره أنه خلص راح يعني زي ما تقول فش الغل يعني أنت طلبت من الرسامين زملائك في لوحة؟ لا مش بالصورة هاي هلأ أنا حطيت اللوحة كتبتها على اللوحة إن الحروف تموت حين تقال على أسود بالنص. نعم هلا كل واحد كان يجي مثلا اكيد بيجي عندك زميل والله الدنيا هيك مثلا كذا بقول له ايش رايك مثلا فش تقول لك هيك ترسم. نعم انا يا عمي ما بعرف ارسم يحكي لي احكي له مش مشكله. نعم انا بدي الروح اللي جواك في هاي اللحظه حط لي اياها هون والسلام عليكم شكرا فيجي يكتبها طلعت من اجمل اللوحات. ليش؟ لانها صارت تعنيهم جميعا جميع اصدقائي جميع اللي كانوا يزوروا المكتب صارت تعنيهم جميعا هاي اللوحه. نعم. فهي اللوحة الوحيدة اللي ما قدرت أضحي فيها أصلاً إني أبيعها أو إنه كذا. أنا سؤالي أين يكتب؟ يكتب على نفس اللوحة؟ على نفس اللوحة كأنه هو الخطاط. نعم والفرشاة موجودة واللون موجود يعني تكون إضافة له إضافة له وبالتالي أصبحت اللوحة هي لوحة جمعية. نعم لوحة لجميع الأصدقاء وبالتالي أصبحت لوحتنا جميعاً يعني ما حدا بيقدر يتصرف فيها يعني. وجماليتها بهذه اختلاف الروح في اللوحة. الكتابة بالنسبة للآراء كتبت بلون واحد أم لكل خطاط له الخيار في أن يختار لون؟ أستاذي مش خطاط هو ممكن يكون هذا أستاذ إنجليزي ممكن يكون موسيقي ممكن يكون مش بالضرورة خطاط صديق بمر بيكون مثلا بده يفش غله بيجي بيمسك الفرشاة وبكتب. يعني في واحد أجا كتب كان يسمع في أغنية تعا ولا تجي لفيروز وكذوب عليه كتبها تعا ولا مكتوب عليها فأنا حكيت له أنا شو أكتب بصدق يعني اللي بدك إياه أكتب هلا فطلعت من أجمل اللوحات هاي اللوحة هاي كانت الفكرة من زمان أنا كنت حابب أنفذها ونفذتها الحمد لله. هاي اللوحة الوحيدة الذي هاي اللوحة الوحيدة اللي خليت إنه غيري يشارك فيها أنا. نعم حبيت يعني أنا حبيت أجسد موضوع الروح على بيت نزار قباني على بيت إن نزار الحروف تموت إن الحروف تموت حين تقال. نعم وبالتالي فعلا زبطت معهم يعني. اللي هو هذا العجز البيت صدر البيت على ما أذكر كلماتنا في الحب تقتل حبنا. نعم إن الحروف تموت حين تقال. نعم جميل جميل جميل. حضرتك شاركت في معارض كثيرة في الخط العربي لا. وتقدم هذه اللوحات آراء المختصين آراء النقاد آراء الزائرين عند طبعا أنا أتحدث عن المعارض المشتركة نعم ماذا يقولون عن تجربة مجد؟ يعني أنت سألتني سؤال من أجمل الأسئلة. ليش؟ لأنه صار معي حدث ملفت للنظر. نعم في يوم من الأيام كان في هناك معرض فطلبوا مننا الفنانين انه كل واحد يقدم لوحه. اللوحه هاي لازم تكون خاليه من الارواح من الروحيات وكذا. نعم فجيت انا عملت لوحه يعني جهزت اموري ايش بدي انا وكانت الدنيا بفتره عيد. نعم جهزت اموري وجهزت الواني وكذا وسكرت الباب اربع ايام العيد. انا كنت مسافر برا يعني اربع ايام العيد ما خرجت برا الا حكيت تليفون مع اهلي انه كل عام وانتم بخير ورجعت كتبت اللوحة. كان في لي صديق معي بالسكن. نعم. حكيت له اللوحة هاي راح يا بتجيب مركز أول. يا إما ما حتنعرض. لا بحكي لي لا يا رجل يعني مش لهالدرجة إنه ما تنعرض. لما صار المعرض رحت دورت بلفيت بالمعرض ببحث عن لوحتي أنا. نعم. إن وين موجودة يعني. فلقيت لوحتي أنا ما انعرضت فعلا. اللي كان القائم على المعرض بحكي له انا في لي لوحه وين بقول لي عرفني بعض بحكي له انا اسمي مجد عبد الوهاب فبيحكي لي انت مجد عبد الوهاب يعني بعد المعرض اذا في امكانيه بس بدي هيك اكمل سؤال اسالك
فصار يسألني عن مية اللوحة. اللوحة طلعت فعلا عاملة له يعني الفكرة اللي بدي إياها وصلت نعم. لهذا الفنان بحيث أنه ما عرضها لأنها اللوحة يعني وصلت لمرحلة أنها صدمته ما بزبطش تنعرض يعني بالنسبة له. يعني من أي منطلق ما قبل؟ من أي منطلق لأنها كانت تعبر عن فكرة جنونية نعم. لا تلائم. أنا كنت أعرضها بالسعودية لا تلائم فكرة المجتمع السعودي. نعم نعم نعم. فبالتالي ارتفضت. نعم. أنا كنت عارف يعني في البداية حكيت لي بتجيب مركز أول يا ابن ما إنه الفكرة وصلت. نعم. إنه الفكرة وخلص هيك وصلت الفكرة تماما يعني. شكرا لك وأفكارك إن شاء الله دائما تصل. تسلم تسلم. الخطاط المبدع. الله يسعدك. شكرا لك كله يا أستاذ على هذا الحوار الممتع. الله يبارك فيك أستاذ. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.